يحتاج الطفلة لوجين المصابة بإحدى الحميات إلى علاج مستمر، لكن والدتها تصطدم بفراغ المستشفيات الحكومية من أدوية كثيرة. حمى تطلع على الدماغ وبعدين كلهم برع، نجي نهبل دواء هنا ما فيش، كله ما فيش ما فيش. يعني نمسك من الصباح نجي لما عند الدكتور يقول له ما فيش دواء روحي نبرع. ايش هذا الكلام؟ يعني نسعف الجاهل بدل ما يهبوا له مهدئ يهبوا له شيء، لا كلهم برع. ينعدم الدواء المجاني فترتفع الأسعار في سوق الأدوية، ويظل الدواء بعيدا عن متناول المعوزين دون رقابة رسمية ومع احتكار الشركات المستوردة كما يبرر أصحاب الصيدليات الخاصة. ما يستورش، ينقص الراعي يمكن 6 شهور عشان يجيد الصنف، افتهم لك؟ يعني هم تجار كبار سياستهم، ما حد يحصل حاجته من الدولة هذه، كل شيء بفلوس، ولا توجد الرقابة ولا يوجد تفتيش ولا حتى على العلاجات، هذه العلاجات انتهت او ما انتهت ما حد داري. مع تنصل الحكومة بإدارتها الصحية من توفير الحد الأدنى من العلاج، تزداد تجارة الأدوية كذلك العيادات والمستشفيات الخاصة، فيصبح الاتجار بالصحة مزدهرا مع بقاء الوضع الصحي متدهورا. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.